مشاهدي قناة شوف تيفي، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء ومن شاطئ السعادة اللي عمر بزاف في عطلة نهاية الأسبوع. يعني انتم كيف ما كتشاهدوا معنا الأجواء كيف دايرة، انتم كتعرفوا في عطلة نهاية الأسبوع الناس كتخرج كتبغي تجي باش انها تستمتع اكثر مع وليداتهم. وكيف ما كتشاهدوا معنا حتى النظافه ديال الشواطئ المغربيه تبارك الله، الشاطئ تبارك الله نقي بزاف نتوما كيف ما كتشاهدوا معنا. هذا كيف ما قلنا عندنا الشاطئ تبارك الله فيه لامات خناجر، دونك حتى الناس ما يخافوش على وليداتهم، ما يخافوش على العائله ديالهم. نتوما كيف ما كتشاهدوا معنا الاجواء. هاد الشاطئ كيف ما كتشاهدوا تيكونوا فيه حتى انشطه وتبارك الله الشاطئ نقي، حتى الناس حتى هما العائلات كيجيو كيستمتعوا. السلطات يعني الاجواء كيف ما كتشاهدوا اجواء جد رائعه هنايا بشاطئ السعاده. وهنا مشاهدي ومتابعي قناه شوف تيفي كنكونوا وصلنا لنهايه هذا البث. كنشكركم على حسن المتابعه، نتلاقاو في بث مباشر اخر. بسلام عليكم ونهاركم مبروك، وكنتمنى لكم ايضا عطله نهايه الاسبوع موفقه.